جاري ترى والله انا جاري في العوالي. اي في العوالي الجاري حواتك قبل خير. قال بيت فعلا قوي. يقول امر، شوف امر بظروف لو مرت على غيري اما فقد صحته ولا فقد عقله. الله. هو طالك تلقاه دائما مع الناس صح. عادي مبسوط قلبه فضيخ، وتقول هذا الرجل طالك ما عنده شيء. انا مثلا امشي معه اروح معه اجي معه. قلت ابو محمد قسم قلت بيت هذا يا اخي حسيت يا اخي انها يعني اكبر من شيء اللي عشته معك فيه. في شيء يعني صاير لك. قال ابو مانع انا كنت اخوه يعني حتى انت قريب ما شفته. انا اعرف اسراره كلها. نعم عارف، بس ما كنت اعرف الضغوطات النفسيه اللي عليه هو. ترى كثير في ناس يعني بعض الاحيان الواحد تلقى مضغوط نفسيا بس جالس يفرغ عندك وناسه والضحك وهذه. لانه يعرف نفسه انه اذا راح بيرقد ولا راح لحاله ولا جد ارض الخلاء يعرف نفسه انه بيتجدد عليه الشعور من جديد. فهمت؟ اي والله صح. الواحد عاد يقيس الواحد انه شلون ده مبسوط يقول هذا ما عنده هموم. والله عليه هموم من اكبر من ايش. والله انك صادق. ترى دراسه فعلا يقولون اللي يضحك يستانس يدري من وراه بلا وراه شيء في قلبه. لا انت البصل هذا بيطلع إيه أوكي بس خليه لا ما يطلع مو بالريحة. أنا داري الرغوة هذه اللي فيها الزفر. خلني طيب أطلع الزفر. اسمع كلامي حط. خلني أطلع. لا دكوا مو بش أبحث والله ضحك. لا اختلفنا في النظرية. شوف بسم الله واجد الله لا يوفق الشيطان. يا منا تكفى دقائق والله بحطها كلها هذه. أنت الآن لو أخرت البهارات ولو أخرت البصل بحطه الحين بس خلني أشيل الريم بدسه. هو هذا بيستمر أصلاً معاك لين نهاية الطبخة. إيش المشكلة؟ لا والله يطلع والله ينظف. اديها بهارات. خلني أخلص طيب. أبشر اديها بهارات. شو رأيك؟ أبشر بس مو بالحين تكفى منه. خلني أخلص اللي عندي. ها كيف الأمور؟ طفت النار يا أخوان. انا اقول لك اقتراح حطها الحطب. لا قم يا مسفر. الحطب ابرك يا مسفر. ما انت مهم ماكلك. الحطب ابرك. ايش رايك مديت وحل دغاز؟ ما عليك ما تميت قبل يومك. يا مسفر قم. جاك واحد من ها اسمع الكلام يا عون. جاهز. خليني اطلع الريم. عون لازم. طيب خليه الريم خليه يطلع اول. انت قاعد ايش ما طلع يا حبيبي؟ لازم يطلع الريم والله. خليه طيب يطلع خليه يفور اول. ما فار انتبه خليه بتطيح. صادق مالكم فيها مالكم فيها يا دقيقه ابو يا مسفر يا مسفر. يلا والله عبقري عبقري يا مسفر عبقري. ما في فايده الا عاد عاد. لا فايده فايده الله يدخل من تحت يا ابو مانع. حط مراكب من يسار. بالله عطنا مراكب. انت بتشتغل صح؟ انا لا 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 انا خلاص يا زين. بيحترق. غلط 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 غلط. اصرك والله يا جماعه. لا جو جميل هذا مالكم فيها. هذا هو جميل يا ولد. مالكم فيها مالك فيها يا ابو مطرق. وانا خالك مالك فيها ابدا. حاط لي البصل بشكل. اصبر حاط لي اللحم بشكل. مو بالعيد حاط لي. لكن الله يهديك. مويه مزبره والحاله حاله. يا ولد والله مالكم فيها. والله يا ابو فهد انها من مني والله مالكم فيها. يا ولد انت كيف حكرت؟ هذا هو جميل. صدقني يا عوني ان هذه نظريه. ايه ابن نظريه. نظريه انا معك. انت الحين طلع الريم. انت الحين طلع الريم والماء ما فار والمين يطلع الريم. خليه يفور. هذا شنو الريم؟ خليه يطلع. انا طلع الريم. خليه يغلي. وش الريم يا اخي؟ قطه بسطه. لا الريم. ايش تبغى انت؟ الريم طلع الريم معك. قطع تبي بصل؟ هات يا ابو. اي قطع بصل بس لا تقطع. شكل الجلسة بتكون هنا اليوم. ها؟ تبي حلقات بصل؟ شكل الجلسة بتكون هنا اليوم. مسفر شكل الجلسة بتكون هنا اليوم. اي والله. خليها الجلسة. ايوه. انت تقول حلقات بصل.
اعطنا حلقة يموت فيها البطل بالله. يا عون خليه يغلي الله يرحم والديك. عمنيف 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 صل على النبي، قول لا اله الا الله. الله قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ارتاح ارتاح والله. كيف ارتاح؟ ارتاح ارتاح والله. ارتاح لا ارتاح والله. خدمك احنا عيال. لا 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 حبيبي انا ما ابغى السواليف دي. ارتاح وما ادري ايش وما ادري، خليني السواليف دي بالله. عمنيف بالله ارتاح. شوف الان كيف، شوف كيف طلع الان. بس انت ارتاح. ارتاح تكفى. ارتاح ليه؟ ارتاح ارتاح اخي، عندي الطبخ عند بندر. اقول لك شيء، انا قدر هذا براق باخذه برجع الكنترول. طيب صل على النبي. انت تبي كيف شكلها؟ يا الدم بس هنا. انت ايش تبي شكلها؟ خفض النار، الحق الحق بسرعه. طفي طف 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 طف. ليش كذا؟ لان النار عاليه مالك. كيف تبي شكل البصر؟ شفت كيف الان؟ ايش رايك كيف شكل البصر؟ محريتي الحمراء انها ها؟ انت ما لهص قطع اربع حبات. ثوبي عندك خبر ان ثوبي جديد؟ عندك خبر يعني؟ بس لا لا ما عندي خبر على سبيل الاخبار يعني. انا مش احنا ثوب سرقينا ثيابنا احنا يعني كلها. لا بس يعني انا قصدك اجد تكر تكر فهمت ولا ما لك يا ابا؟ ما لي والله شغله. انت كيف تبي شكل بصل؟ قبل هذا اربع وش شكل البصل يا ثوب؟ هو بصل قطع زين بندر فايز. والله 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 يا بندر فايز والله 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 اني على احلامي قوي ولحوح. يا سلام والله من الرفاق. عذني عذني ايش اسمها؟ يا زنازل قول شو يقول؟ والله اني على احلامي قوي ولحوح. مالك فيها يا ابو فايز؟ الريم عيط خلص ذي متى حق الخير من الريم؟ كذبه اي كذبه يا رجال. نسمع نسمع انا دريت ما غلط. شغله ريم ريم ولحم قدر ضغط ما تجي. ريم غزال الريم بص. عين الريم عين الريم طلع لي زبر اللحم ويقول لي ريم. تبي كذا تبي كذا؟ ايه خلاص شغله استلم. ننقل هناك ننقل هناك. وين؟ الغرفه في مدرسه احنا ننقل. بعش ولا بدون؟ يلا بس بس طيب انا بحط البصل. حطه الحين لا تفكك، هو بيتفكك. اصبر انا بحط البصل حقي خليني بجلس. حط بصلك ذا اللي ما قطعته يا ولد. والله تعبت صراحه. احس اني تعبت او شيء. والله انك ما تعبت. والله انك ما تعبت ولا سويت شيء. ما قصرت. مالك الا سواد الوجه. الله يسود الدكتور. حار حار حار. معلمك ايه. يا بري حالي. معلمك عندي ريم ومدري وش وطبخ والريم ما راح والريم ما جاء. حشيش شو اللي هو ذا؟ وش هذا؟ شو تدري وش؟ هذا هذا القدر على عجاله. على عجاله. عجاله. وراح بسرعه. انت انت وش تبي يا اخي؟ شل اي شيء شل اي شيء. يلا شل. تعال انت خل هذا هذا حتى ال... خل شوف تطعن احد انت. بروح تشيل. ادري يعني انت من العقل. راح اشيل اشوف اني جالس اشيل. خله خله ابو مطلق. خدمك يا ابو مطلق. مخدوم 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 يا غبي اللي موجود. وده راك يطعن احد هو. خله مخدوم مخدوم. شل شل هذا. الله لا يوفقك يا سعيد. الله لا يوفقك يا سعيد. بندر فايز والله. بندر رح رح انت رح. جاي من بريطانيا وكذا رح. الله يوفقك. اكمل قصصات البصل يا ابو. احنا ليش رحنا هنا في برا؟ الهواء غلاب. الهواء غلاب. والبن طرقه ادخل. هلا لا والله ما خلاك اتفلي في البصل. اجيب شيء ولا خلاص؟ هذه من يبغى شماغه. شماغه من ما حد. شماغ من شماغك يا ولد. اقسم بالله وين ولع يا عيال؟ ولاعه ولاعه ولاعه. يا ولد تسوي نفسك قوي يا ولد علينا. يا ولد يا جماعه انت تسوي نفسك قوي. ترى بقدر الضغط تدخل كذا في وجهك. شو مطلع علي؟ شو صار؟ عندك خبر ان اشطفت راسي؟ عندك خبر ولا ما عندك خبر؟ راسي راسي تحت الكراسي. ترى شاب النار ذي. اي شاب شاب شاب. طف 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 طف. شوف ايش اسمه يا بندر. ولع هناك ولع. الرسال عندنا يا ولد ولا؟ خير الرسال. ولع. تبي ولع؟ امسك. استانسنا يا ولد. اي عطني ولع. امسك. في رسال مو بهذه. وين ولع؟ تقول ولع. حد يجيب الولاع. بندر بندر ارحب دقيقه. هذه كلها ايش فايدتها طيب؟ ما ادري. قطع الطماط القوط. ابشر ابشر. جيب سكين يا ولد. باكسن بارد انت يا ولد. وصلك من اليوم لك ساعتين هو معك. الله لا يعمينا. وش هو؟ قايل لك بندر فايز لا روح ولا اذن ولا خشم ولا تاكلون بصل. ايش وضعكم انت؟ بصل كله خلصته. هذا قاعد يفكك واحد واحد وحده وحده. فك الغاز. فك الغاز. في جو دويا على جاويد. بندر
ها يا بان راح اني اشغلك دوخك بندر شغلت فك الغاز فك الغاز بندر الغاز عندك عساك الهطل فك الغاز بندر يجيب صد مالك فيها وانا خالك عندي عندي والله مالك فيها عندي عارف هذا وش هو هذا كمترا شو اسمه كبليه ذا كرز 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 كبسة لحم كرز لا هي غلط ريم في اغلاط كثيره اليوم في اغلاط كثيره تحس انها يعني زي خارج مجموعه عن الاراده نرقد نرقد وناكل كبستنا والطماطم ما خلص ايش رايك تقطع شرايحه هذه شريحه وش شريحه استسيا السلام تعب سماجه عارف قدني حافظ كذا حافظك جدا يا حبيبي انت هذه شريحه ايش هذه والله تستاهل بقك يا ابو فايز لا والله ما تجيني والله ان ما انك والله ما تجيني بيجيهم بلا من تقطيعي شفت كذا يا ولد عجل عجل انا اهتم في صحتك فمطلق يا عون لبيت في منى حاج الله يلبيك داي ادري هاتي ذا مهندس صوت وشخصيات كرتونيه على تمام إيه؟ ايوه الرجل ما شاء الله تبارك الله عليه يعني فكره ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سواها طبق على ارض الواقع رحنا للثمامه وديهم قال خلاص ما عنده مشكله بس احنا